ننتقل لموضوع التجارة الإلكترونية. نعم، طبعا نعم احنا نعم. بالفترة الأخيرة عم نلاحظ انه التجارة الإلكترونية عم بتسيطر على عالمنا، وكثير منا اليوم عم بيلاقوا حالهم متسوقين في قلب البيت. احنا عم نكون ضحية إيمان، بفكر لأنه احنا بتكون مستهدفين من هذا العالم، وما بنقدر نسلم التسويق. ما بنقدر نسلم منها بتاتا يعني. صحيح. فرح نحكي عن هذا الموضوع، رح يكون مع هذا محورنا. نصبح بالخير على ضيفنا. صباح الخير رضا. صباح الخير رضا عازم، خبير تكنولوجيا، اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. عندنا كثير اسئله. طيب كيف احنا مستهدفين هيك في البدايه؟ تعال ندخل هيك. حسب رايي الاستهداف هو منيح لنا كمستهلكين، اوكي، لانه الاستهداف بيوفر لنا او بيظهر لنا المنتجات اللي احنا ملائمه لنا او اللي بدنا اياها بالوقت الحاضر. حسب رايي انا بشكل شخصي بحب انهم يستهدفوني. حبيت التعبير، بحب يستهدفوني لانه بيظهروا لي المنتجات اللي انا عاوزها هسه، انا عاوزها حاليا. انت مهتم فيها؟ انا مهتم فيها، واللي بتساعدني ممكن في مشاريع التجاريه، ممكن في حياتي الشخصيه. فالاستهداف حسب رايي مليح. في اشخاص اللي هم شوي اللي بخصوص خصوصياتهم من الخصوصيات او انهم يخترقوا خصوصياتهم. ففي عنا عدة إمكانيات إنه بخصوص الأشخاص اللي شوي بتخاف على خصوصيتها إنها تحجب عدة إمكانيات. فاليوم الفيسبوك عنا، واليوم عنا المواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام تعطينا الإمكانية. في نشاط عام عم بيكون مؤخراً كمان رضا، صحيح؟ صحيح، في عنا في نشاط عام كبير جداً بمجال التجارة الإلكترونية عنا في البلاد. في عنا وعي كبير. أنا يعني بحاضر في عدة مؤسسات حكومية، لوزارة الاقتصاد، لمعوف أو لجوينت، شركة جوينت. فبنشوف إقبالية كثير لأشخاص اللي بيجوا يتعلموا المجال، مصالح تجارية، مبادرين كمان، لأنه حسب رأيي هذا المجال هو ملائم لكل شخص، شخص مبادر، شخص اللي عنده فكرة لمنتج حصري إكسكلوسيف، منتج اللي ممكن أنه يظهر عالميا أو محليا كمان. اليوم مجال التجارة الإلكترونية بدخل جميع مجالات حياتنا وبدخل كل بيوتنا. فحسب رأيي اليوم نقدر نستغله لصالحنا ونستهدف زي ما قلنا. نستهدف الأشخاص الملائمين، لأنه اليوم التجارة ومواقع التواصل الاجتماعي بتعطينا الإمكانية أنه نستهدف الجمهور اللي بدنا إياه بالديتيل تارجتينج، يعني بالاستهداف الأدق استهداف، ونوصل لجمهور مستهدف اللي عن جد معنى في المنتج تاعينا أو الفكرة تاعيتنا. نعم. يعني جميل جدا هيك أنه تكون أنت تفكر، بس مجرد تفكر في منتوج وفجأة تشوف الإعلان عندك على. أنت فهمت؟ ممكن يدخل على التفكير، على مجال تفكيرك حتى. لا الأمر المسألة كتير واضحة، أنها هي في التنصت وفي الرقابة، مزبوط؟ صحيح. أوكي. صحيح. هاي خروقات تعد ولا لا؟ خروقات تعد، ممكن تعد، بس زي ما قلت أنا شايفها لصالحي. في كثير بيشوفوها مش لصالحهم، لضدهم. بس زي ما قلنا اليوم إحنا في عصر التطور وفي عصر السرعة. المشتري بحب يشوف المنتج موفر قدامه، وكمان إنه يوصله بسرعة، هذا المهم جدا. فحسب رأيي الاستهداف هذا تجربتي، يعني بساعد. انت الوحيد اللي بسمعه بيحكي هاي الكلمات على فكره. ايجابيه عن جد والله، لاني متسوق انجيج شوبر، بحب اشتري كثير. انت مستمتع؟ دائما منخرط هناك. طيب رضا، عشان هيك بس يعني واضح جدا انه قديش اليوم عم بيصير في مجتمعنا اهتمام في سوق التجاره الالكترونيه. وهذاك الاسبوع كان في طبعا اطلاق موقع بكبسه، اللي هو كمان يجمع كثير من المصالح اللي اليوم موجوده وكمان بيطورها الكترونيا. هل هذا التطور ممكن يأثر على المحال التجارية الموجودة القائمة حالياً، ونشوف إنه المتسوقين عم بيخطفوا من هاي الأماكن؟ صحيح. اليوم التجارة الإلكترونية بتأثر كثير على التجارة الواقعية المعتادة، فعشان هيك إحنا في المؤسسات إحنا قاعدين بنشجع في الوسط العربي أو العالم بالمجتمع العربي عنا، بنشجع إنه الأشخاص يشتركوا في مجال التجارة الإلكترونية. عنا مشكلة إنه إحنا بنصحى متأخر زي ما بيقولوها. اليوم في عنا موقع بكبسة بعطينا الإمكانية إنه نفتح متجر إلكتروني بسهولة جدا وبسرعة جدا، إنه نعلن منتجات الخاصة لمصلحتنا التجارية في الموقع. عنا كمان شوي أمازون كمان، امبارح قريت في موقع جلوبس إنه الأمازون آخر شهر 7 راح يكون في عنا في البلاد. فإذا لكن في بنفع بيساوي توصيلات للبلاد أمازون، صحيح؟ بس هون رح يوصل، ولكن رح يوصل على البلاد ورح يكون الشحن سريع. أوكي. تخيل إذا أنت اليوم شريت
ثاني يوم راح يوصلك المنتج. مزبوط. هذا إشي قوي. وهي جداً منصة جدا مضمونة أكثر من غيرها من المنصات الرخيصة اللي عادة الناس اللي بتوجهوا لها ومعتادين عليها. أمازون مش رخيصة، أمازون غالي جدا. أنا هذا اللي حكيته. يعني إنه هي أفضل على حسب اعتقادي من غيرها، اللي بتوفر لك الخدمة سريعا غير أمازون، لكن هي رخيصة السعر. بمنتجات أقل سعر. إحدى أسباب نجاح أمازون إنه تسليط الضوء أكثر على المشتري، كيف نوفر له أكثر أشياء مش بس المنتج، مع الجودة نفسها. صح، مش بس المنتج، إنه كمان الأشياء اللي حوالين المنتج مثل السرعة في الشحن، الجودة، كل هذول الأشياء. المنتج هو منتج، بس في أشياء كمان المشتري اليوم بيهتم لها أكثر من المنتج. كيف إنه يوصله، إذا في كمان خدمة زبائن إنه أقدر أتواصل إذا صار أي مشكلة من المشاكل، كمان هاي أشياء بتأثر. أوكي. فأنا بحب بهاي الفرصة إنه أقول إنه لازم الوسط العربي، إن المجتمع العربي يصحى، لأنه في عنا عمالقة قاعدة بتفوت على المجال التجارة الإلكترونية، والمجال التجارة الإلكترونية بيسيطر على مجال التجارة بشكل عام عندنا بالبلاد. فلازم نشجع المجتمع العربي إنه يفوت هذا المجال، لأنه بعدها إذا العمالقة سيطروا على المجال صعب إنه إحنا كمان نفوت في هذا المجال. ممكن المصالح تكون كمان بخطر، يعني اقتصادي. المصالح، أنا بحكي أكثر عن المصالح التجارية قصدي. فاليوم عندنا في عندنا مؤسسات مثل معوف اللي أنا مستشار فيها، في عندها اليوم إمكانية من الدولة تعطي منح بتوصل لـ 10,000 شيكل لبناء موقع إنترنت. تفاصيل أكثر. اليوم وزارة الاقتصاد كل شخص اللي هو صاحب مصلحة لازم يكون مسجل كأنه صاحب مصلحة، إنه يتوجه لمراكز معوف وإنه يأخذ منحة في 10,000 شيكل لتصميم موقع وكمان تسويقه. فإذا اليوم أنت بتروح على مصمم موقع يقول لك الموقع بكلفك 10,000 شيكل، إذا أنت بتقدم الفاتورة إنه أنت الموقع كلفك 10,000 شيكل، الدولة بتعطيك منحة 5,000 شيكل. في شروط؟ في شروط طبعاً، في شروط بسيطة جداً، يعني سهلة جداً، إنه بس تتوجه للمركز إنهم يعملوا تقييم للمشروع التجاري أو المصلحة التجارية اللي إلك، وهذا هم بس بدهم يساعدوا. المنحة مقدمة من وزارة الاقتصاد يعني، فهم بدهم يساعدوا. هاي بخصوص تصميم الموقع. كمان في عنا منحة كمان 5,000 شيكل بخصوص تصميم، وكمان بخصوص تسويق الموقع. حلو. كمان 5,000 شيكل. فالمجموع الكلي يعني لو الموقع كلفك 20,000 شيكل باخذوا عنك الحمل النص، وتسويق الموقع بكلفك دعم بنسبة 50%. لما بحكي تسويق، لما بتحكي تسويق، انت بتحكي على مرافقة لمدة زمنية معينة ام ارشاد وبتركك انا لانك تكمل في مسارك وطريقك؟ البروجكت هاد هو عبارة عن فترة 6 أشهر اللي فيه انا كمستشار برافقه في تصميم الموقع، في انشاء الموقع، وكمان في تسويق الموقع. طبعا راح يكون شغلي مقابل المصمم اللي راح يعمل له الشغل، انا مش راح اصمم الموقع، انا بس بعطيه الارشاد. الارشاد وبساعده بكل إشي بيختص في الموقع. فهذا إشي كثير بيساعد، وممكن نستغله. للأسف عنا بالمجتمع العربي بيعرفوش هاي المنح، وكثير كثير مهم إنه نسمع إسا. صحيح صحيح. فمهم جدا إنه كل شخص معنا ممكن يتوجه لإلي، ممكن يتوجه لمراكز معوف. في عنا في مجتمعنا العربي تقريبا في كل البلدان الكبيرة، في الناصرة، في حيفا، في عنا في الطيب المثلث، في عنا بيدخلوا على الموقع باختصار شديد بيقدروا يكتشفوا كل البلدان اللي بتقدموا الخدمات فيها. صحيح. ممكن يفوتوا على الموقع، او ممكن انهم لازم يتوجهوا للمركز مباشره، هناك يعملوا تقييم لمصلحتهم التجاريه، ومن هناك بنبلش بالبروجكت وبنبلش نشتغل في المجال. رضا، في اللحظات الاخيره اللي ضلت لنا من هاي المقابله، انواع التجاره الالكترونيه اللي في حاجه اليوم للمواطنين العرب انهم يدخلوها وبعدهن ما اخترقوها، يعني هيك كافكار توجههن. منتجات معينه، مجالات. في شكل عام مجال التجاره الالكترونيه اكثر شيء مطلوب هو مجال الاولاد. كل شيء بيختص في مجال الأولاد، إما بخصوص منتجات لأمان الأولاد الصغار، لأنه من ناحية نفسانية عندنا إحنا كثير بنهتم بأولادنا. كل شيء بيختص في ملابس للأولاد، منتجات أمان للأولاد الصغار، كل شيء. احتياجات، هذا كثير مهم. شيء تنمية للأولاد الصغار، كل شيء بيختص في الأولاد الصغار
كثير مطلوب مهم. كمان كل شيء بيختص للنساء طبعا. نساء منتجات تجميل داعمات جدا فهم. للاقتصاد طبعا جداً جداً. انا كثير مبسوط انك قلت النساء لانه هذا سؤالنا الاخير رح يكون تحديدا النساء بمجتمعنا العربي. احنا كثير حكينا على الموضوع وبنعرف اني مقلات من الخروج بالبيت بنعرف انه مؤخرا عم بيكون في تزايد، لكن في عقليات معينه بعشائر معينه بعائلات معينه صحيح. انه لا يسمح بين أقواس أو بدون أقواس للنساء للخروج، يمكن برضاهن يمكن بعدم رضاهن. بدنا نوجه رسالة لهؤلاء النساء اللي يستغلوا هاي المنصة وهن موجودين في بيتهن باللابتوب بالهاتف الذكي تبعهن، كيف يستغلوا هاي المنابر لنجاحهن لتطوير ذاتهن، وأيضا ليس فقط النساء أيضا المحدودي الحركي أصحاب الإعاقات أي شخص اللي ما بيقدر يتوجه لمكان العمل وما بده يعتمد على التأمين الوطني. صحيح. إيش كيف في على فكرة في كل دورة بعلمها تقريبا 60% من المشتركين نساء. هذا معطى اللي أنا كثير مبسوط منه. بكثير مجالات اليوم في غالبية يعني لحضور نساء. صحيح. والحلو هان في مجال التجارة الإلكترونية إنه مجال مرن. في عنا عدة طرق في مجال التجارة الإلكترونية مش طريقة واحدة. في عنا طريقة اللي هي للمصالح التجارية اللي معنيين يكبروا عدد مبيعاتهم مبالغ مبيعاتهم الشهرية، وفي عنا طرق بيع مثل مجال اسمه دروب شيبينج، مجال اسمه أونلاين أربيتراج اللي هو بيختص في بيع منتجات اللي هي غير موجودة عنا. إحنا بنسوق منتجات لموردين ثانيين ومشابه ذلك. فكمان إنه مش شرط تكون المرأة تفكر إنها بدها تبيع منتجات وهي اللي بدها تشحنهن. في كمان طرق عمل أو طرق تجارة في مجال التجارة عليهم. صحيح إنه فيش لزوم بس بكفي شبكة إنترنت ولابتوب لإقامة المشروع التجاري الإلكتروني الخاص لإلهم. بيقدروا كمان يتابعوني أنا كمان يوتيوبر عن هيك، في عندي كثير مشاركة في اليوتيوب. احنا بنعرف كثير منيح طبعا، والمضمون اللي بتقدمه كثير رائع، واحنا كمان بدورنا بندعي انهم يتابعوك مش يعاتبوك يتابعوك يا رضا. شكرا نشكر حضورك معنا.